يبدأ الفيلم بلقطة لمساحة صحراوية شاسعة تتخللها الجبال الصخرية شاسعة وجميلة، مما يجعلها مثالية لصياد الحيوانات في الصحراء. مروحية لا تصل بعد فترة طويلة، كان يحمل رجلاً اسمه ريتشارد وصديقته جينيفر. في هذه اللحظة، هم سيذهب إلى منزل ريتشارد الذي يقع في وسط الصحراء. إنهم يخططون لقضاء بعض الوقت معاً قبل رحلة الصيد السنوية لريتشارد مع أصدقائه. بينما كان الطيار على وشك المغادرة، أعطى ريتشارد بعض البيوت كهدية ترحيبية لركابه. بعد لحظات قليلة، دخل ريتشارد المنزل ويمكنه رؤية جين المثيرة التي يبدو أنها تفهم كل رغبات الرجال. حسناً، لقد انخرطوا بعد ذلك في معركة عاطفية في السرير لفترة من الوقت. في وقت لاحق من اليوم، تلقى ريتشارد مكالمة هاتفية من امرأة تشير إلى ذلك أن هذا الرجل لديه بالفعل زوجة وأطفال. يذهب الحديث بين الزوج والزوجة حسناً، لأنه على حد علم زوجته، فإن ريتشارد سيذهب إلى الصحراء فقط للصيد. في اليوم التالي، تذهب جينيفر التي كانت ترتدي ملابسها الداخلية فقط إلى المطبخ للحصول على بعض ماء. ثم فجأة، تفاجأت بوجود أصدقاء ريتشارد الذين وصلوا قبل يوم واحد من رحلة الصيد المخطط لها. يبدو ريتشارد منزعجاً لرؤيته وصولهم المبكر، لأنه كان ينوي الحفاظ على سرية علاقته مع جين. لذلك، منذ أن وصل وبالفعل، اضطر ريتشارد إلى ذلك، دع صديقيه يبقيا هناك. أحدهم ستان والأخر ديميتري. عندما يقدمون أنفسهم، يمكننا أن نرى أن ستان يبدو حريصاً جداً على رؤيته ظهور جين. مع حلول الليل، يجلسون ويسترخون بجانب المسبح أثناء الاستحمام مشهد خلاب للمحيط الصحراوي. ديميتري يستمتع بنفسه بمنظاره، وقد طور اهتماماً بالعنصر الذي أعطاه الطيار لريتشارد. يشرح ريتشارد بعد ذلك أنه نوع من الأدوية له مهلوس قوي للغاية، ويحتوي على تأثير قوي جداً عند استهلاكها. في الواقع، يمكن لمثل هذا العقار الصغير أن يفسد فريق كرة القدم وفقاً له. يضيف ريتشارد أن شخصاً ما أفرط في استخدامه مرة واحدة، وعندما بدأت الأعراض الجانبية، قطع ساقه دون أن يشعر بأي شيء. من أجل تجنب أن تصبح تلك الأشياء مصدراً بسبب الخلاف بين أصدقائه، أخبر ريتشارد جينيفر أن تحتفظ به في مكان آمن. ولكن اتضح أن جين مفتونة أيضاً بالمخدرات التي علمت عنها للتو. لذا بدلاً من الاحتفاظ بها في مكان آمن، تخفيها جينيفر في عقدها. بعد ذلك، تخرج جينيفر من المنزل وتؤدي رقصة مغرية لإمتاع الرجال. مع ملذات الليل، حولت جينيفر نفسها إلى فتاة استعراض وسط رجال مفتونين بها. خاصة بالنسبة لستانا، فهو الأكثر شيوعاً عاطفي، وهو متحمس للغاية حيث دعته جين للانضمام. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك. إليها في رقصها الحسي. في اليوم التالي، جينيفر التي استيقظت لتوها، استقبلها ستان وأخذها لتناول الإفطار معه. في هذه اللحظة، ريتشارد ليس في المنزل، لذلك يحاول ستان استغلال الموقف للحصول عليه أقرب إلى جين. لكن هذا أمر مؤسف حقاً بالنسبة له، لأن جينيفر تتجاهله ببساطة، وتعود إلى غرفتها بدون سبب واضح. لكن مع ذلك، هذا الرجل لا يريد أن يستسلم، ويواصل جهوده في غرفة جين. بنبرة خيبة أمله، ستان يسأل جينيفر لماذا يتجنبه بالرغم من حقيقة أنه يعتقد أن هذه المرأة بدت معجبة به في الليلة السابقة. ردت جينيفر بعد ذلك أن ستان ليس من النوع الذي تهتم به، خاصة بالنظر إلى قصر مكانته. استاء ستان من هذه الكلمات، أو بعبارة أخرى، يكره تلك الفتاة، لكنه أراد أن تحقق تلك الفتاة شهوته التي لا يمكن السيطرة عليها. جينيفر التي تخاف، يمكن فقط الاستسلام لاعتداءات هذا الرجل الجنسية. بعد فترة وجيزة، ظهر ديميتري لكنه لم يفعل قل أي شيء، وبدلاً من ذلك يقف هناك وهو يحدق في تصرف صديقه. نظراً لأن ديميتري لا يريد التدخل، فإنه يفضل المغادرة بدلاً من التورط في الأمر.
قام بتشغيل التلفزيون ورفع مستوى الصوت حتى لا يسمع صرخات جين. بعد بضع ساعات، عاد ريتشارد إلى المنزل، وهو يشعر بالغرابة عندما يرى أن صديقيه قد تصمتا تماماً. ثم يخبر ستان ريتشارد أن هناك مشكلة طفيفة مع جين، لكنه لا يقول ما هي. عندما ذهب ريتشارد لرؤية جين، هذه المرأة تطلب منه استدعاء المروحية على الفور، لأنها تريد العودة إلى المنزل الآن. عند رؤية عشيقته تستمر في البكاء، يبدو أن ريتشارد يعرف ماذا لقد حدث بالفعل، لذلك خرج من الغرفة وببساطة لأصدقائه على أفعالهم. عندما استيقظت جين مرة أخرى، ظلت تقول إنها تريد العودة إلى المنزل الآن، لكن ريتشارد يقول فقط أن أصدقائه سيأتون ويعتذرون لها. بالإضافة إلى ذلك، فقد دفع أيضاً مبلغاً كبيراً من المال حتى تنسى الأمر برمته. جين الآن غير قادرة على الاحتفاظ بمشاعرها لفترة أطول، وهي تهدد بإخبار ريتشارد الزوجة عن علاقتهما إذا لم تأتي المروحية لاصطحابها. ثم تنفجر عواطف ريتشارد تخيف جين، مما يجعلها تهرب أخيراً من ذلك المكان. عندما لاحظ صديقاً ريتشارد أن جين تهرب، انضموا إليه في مطاردتها. بعد لحظات قليلة، توقف هروب جين عندما رأت المنحدر المسدود أمامها. في النهاية، وصل ريتشارد وأصدقاؤه إلى المكان وتمكنوا من حصرها بالقرب من الجرف. ثم استخدم ريتشارد كل توسلاته للتعبير عن أسفه لأفعاله، يحاول أيضاً تهدئة جين من خلال استدعاء الطيار لأخذها إلى المنزل على الفور. نتيجة لذلك، يمكن لامج أن تهدأ أخيراً وهي ترى أن رغبتها قد تحققت، ولكن فجأة دفعها ريتشارد من على الجرف حيث وضعت على شجرة أثناء السقوط. يذهل ستان وديميتري من هذا، ولا يتوقعان أن يكون لدى ريتشارد الشجاعة للدفع لها أن تموت. ثم أوضح ريتشارد أنهم سيكونون في خطر إذا تركوا جين تذهب، حيث يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب أفعالهم. بعبارة أخرى، ريتشارد يشعر بالقلق أيضاً من أن يكشف سر علاقته بالصحراء لزوجته. بعد ذلك، عاد ريتشارد وأصدقاؤه إلى منزلهم أولاً لالتقاط الصيد معدات. سيعودون لاحقاً لتنظيف أي دليل على القتل، ثم يواصلون رحلة صيد وكأن شيئاً لم يحدث. المشهد ثم يتحول إلى جين من هو لا يزال في حالة طعن، وبدأ النمل في اجتياح. من المدهش للغاية أن نرى أنها لا تزال على قيد الحياة، لأن أغصان الشجرة قد لا تكون موجودة ضرب أعضائها الحيوية. مع جسدها عالق بشجيرة، تحاول جين تحرير نفسها والإشعارات غالباً ما تحملها أخف وزناً. ثم تنفق جين كل قوتها وتمكن من الاستيلاء عليها. بعد ذلك، حاولت حرق الشجيرة الجافة، مما تسبب في كسرها والسماح لها بالهروب مع وجود فرع عالق في جسدها. على الجانب الآخر، يشق ريتشارد وأصدقاؤه طريقهم إلى موقع جين تنظيف جسدها. لحسن الحظ، يمكن أن يسمع جين صوت سيارتهم، مما دفعها إلى التحرك بسرعة من تلك البقعة. حالة معدتها التي لا تزال عالقة من قبل ألف فرع شجيرة يجعل من الصعب عليها التحرك، لكنها ما زالت قادرة على الاختباء في الوقت المناسب، ويثير الدهشة الثلاثة منهم عندما يدركون أن جين لم تعد في تلك البقعة. ثم يفترضون أنها قد تم إنقاذها، أو أنها هربت بمفردها. وبالتالي، سيحاول الرجال الثلاثة إيجاد طريق أسفل الجرف لتأكيد مكان جين. عندما يسمع جين التي غادروها، تنتهز هذه الفرصة لتبتعد عن مكانها الحالي. نظراً لأن المسافة التي يجب قطعها للنزول من الجرف بعيدة جداً، فلن يتمكن هؤلاء الرجال الثلاثة إلا من الوصول إليها إلى تلك البقعة عندما يكون الظلام. في هذه المرحلة، بدأوا يتساءلون كيف يمكن أن تختفي جين ببساطة. وفي الوقت نفسه تمكنوا من العثور على أثار دم جين، لذلك يتبعون على الفور مسار الدم. بينما يستمرون في متابعة درب الدم، توقفت رحلتهم مع انتهاء درب الدم في بحيرة. ثم يخطط الثلاثة للانفصال للعثور على جين، لكن يبدو أن ستان يخفي بلده يخشى طوال الوقت، ويفضل الانتظار في السيارة في حال عودتها.
في هذه الأثناء، ما زالت جين، التي كانت تنزف بغزارة، قادرة على الفرار بقوتها المتبقية. لكنها تسمع من بعيد صوت سيارة تبحث عنها. في وسطها في حالة ذعر، يظهر ديميتري مع دراجته الرباعية ويذهب بعيداً بعد عدم رؤية جين هناك. اتضح أن جين تختبئ بحبس أنفاسها في الماء. بمجرد أن شقت طريقها إلى على الشاطئ، ترى ديميتري ليس بعيداً عن مكان وجودها. يعتبر جين هذا الوضع فرصة عن نفسها، لأنها رأت أن ديميتري ترك بندقيته بجوار سيارته. ديميتري الذي تم القبض عليه على حين غرة يحاول تهدئة جين التي تبدو حريصة على قتله. لكن لسوء الحظ، اتضح أن ديميتري أغراها فقط بوضع سلاح فارغ بعيداً عنه. يخبر ديميتري صديقيه على الفور، لكنه يريد أولاً تعذيب جين قبل إحضارها إليهم. لحسن الحظ، تمكن جين من انتزاع السكين من جيب ديميتري. نتيجة لذلك، تمكن جين من طعن ديميتري وقتله وتركه في البحيرة. ثم تواصل جين هروبها بكل المعدات التي حصلت عليها من ديميتري، لكن الرحلة لا تدوم طويلاً لأن السيارة التي تستقلها نفد وقودها. هذا يعني أن جين ستضطر إلى المشي مرة أخرى مع بقاء الفرع عالقاً في معدتها. ليس بعيداً عن هناك، يأتي جين عبر كهف وينوي الاستراحة هناك لفترة قصيرة. لا تزال تتألم بسبب الجروح التي أصيبت بها، والجروح الشديدة للغاية يجعل من الصعب معالجتها. عندما ترى جين القلادة التي ترتديها، تتذكرها فجأة المخدرات التي كانت قد خبأتها في ذلك اليوم. في هذه المرحلة، تتذكر أيضاً التأثيرات التي أشياء غير قانونية يمكن أن يكون على الناس. ثم يأكله جين على الفور دون التفكير فيه مرة أخرى. على الرغم من أن طعمه سيء، ولكن يجب على جين أن تأكله لأنها في أمس الحاجة إلى تأثيرات دواء. بعد فترة وجيزة، بدأت تشعر بشيء مختلف في جسدها لا تستطيع تفسيره. تبدأ التأثيرات المهلوسة للمخدرات بالتفاعل، حيث يبدأ جين في السمع أصوات وتجربة هلوسة شديدة. في حالة شبه واعية، تبدأ في الاستعداد العلاج الطارئ لجرحها. جين التي الآن لا تشعر بأي ألم بعد الآن، أخيراً يفعل شيئاً مؤلماً للغاية. نظرت إلى جلد بطنها عندما اخترق السكين جلدها الهدوء مع عدم وجود تعبير عن الألم. بعد أن تمكنت من إزالة الفرع من بطنها، تحترق قصدير المشروب وتضع القصدير الساخن على الجرح في معدتها لوقف النزيف. في اليوم التالي، ينتقل المشهد إلى ستان الذي لا يزال نائماً في الجيب. اتضح أن ريتشارد هو الذي ألقى الحيوان النافق لأنه فشل في العثور على جين، وبدلاً من ذلك حصلت على اللعبة. في هذه اللحظة، ما زالوا لا يعرفون حالة ديميتري الذي لديه مات فعلاً. ستان الذي استيقظ للتو، يمشي إلى البحيرة ليغسل وجهه. ولكن فجأة، صدم عندما وجد جثة ديميتري تخرج من البحيرة. ولكن على عكس ريتشارد، يبدو أنه يقوم بقمع غضبه بشأن ما حدث لصديقه المقرب. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن موت صديقه هو فعل جين. ثم يتركنا دون خيار سوى الرمي جثة صديقهم في البحيرة. بعد ذلك، ينفخ ريتشارد عن أعصابه، ويلوم ستان على ذلك. كان ينبغي أن يرافق ديميتري من قبل، لكنه بدلاً من ذلك يجلس بهدوء في السيارة. هم بعد ذلك ترك المواقع بينما تفكر في طرق أخرى لتحديد موقع جين. العودة إلى جين الذي لديه الآن تعافة من جروحها، حيث حصلت على رمز الطائر من علبة البيرة في بطنها بسبب العلاج الذي قامت به من قبل. ثم أخذت بندقيتها واندفعت خارج الكهف. لقد اتضح أنه مجرد حلم سيء، وتأثير العقاقير التي تسببت في إصابة جين بالحلم السيء مراراً وتكراراً. بمجرد أن تستعيد جين وعيها بالكامل، تعد نفسها للمتابعة رحلتها. بعبارة أخرى، الرحلة هذه المرة لا تتعلق بالهروب، لكنها تتعلق بالعودة عندهم. جين التي بدت ضعيفة من قبل، تحولت الآن إلى امرأة قوية وشجاعة. بمشاعر لا يمكن وقفها وبندقية في يدها، بدأت في البحث عن ريتشارد وستان مكان وجودهم في الصحراء.
على الجانب الآخر، وجد ريتشارد وستان الدراجة الرباعية أخذت جين وهم يخططون للانقسام للتحقق من المنطقة. ثم يترك ريتشارد ستان أولاً، بينما ستان الذي لا يزال يشعر بألم في أنفه يأخذ مرئة لفحص حالته، لكنه غير مدرك تماماً أن الانعكاس من المرآة التي يستخدمها يتيح لجين معرفة ذلك إن هو. لذلك لا تضيع أي وقت وتندفع لمتابعة ما يذهب إليه ستان. على الرغم من أنها حافية القدمين، تستمر هذه المرأة المصابة في متابعته. بعد أن كان ستان يقود سيارته في الصحراء لفترة من الوقت، بدأ وقود سيارته ينفد. لذا يستغل جهاده الفرصة ليصوب عليه مباشرة بسلاح، بالإضافة إلى نطاق 8X. في هذه اللحظة، تحاول جين التي لا تتمتع بأي خبرة على الإطلاق أن تستهدف الأجزاء الحيوية من هدفها. أصابت الرصاصة كتف ستان فقط، ويمكنها سماع صوت ستان وهو يصرخ من الألم. عندما عادت جين إلى قدميها، رأت أن ستان لم يعد هناك. لكن جي قادر على متابعة خطوات الشخص الذي اغتصبها بالنظر إلى الدم المتناثر على الأرض. في أثناء، يضع ستان المصاب بالفعل جورباً لوقف النزيف. جين، من ناحية أخرى، فقد أثره عندما توقف أثر دمها في مكان لم تجد فيه سوى حذائه. ستان الذي يختبئ الآن، يحمل سلاحه بالرصاص ليقتل جين من الخلف. ومع ذلك، يبدو أنه يواجه صعوبة في التصويب بسبب إصابته بطلق ناري في كتفه. ثم، بسبب اليد المصابة، أخطأت الطلقة ولحسن الحظ أصابت جين فقط في أذنها. جين التي أصيبت بالفعل في أذنها، تهرب على الفور يواصل ستان إطلاق النار عليها. بشظية من ضوء الشعلة، تحاول إيقاف مطاردة ستان. لحسن حظها، نجحت شظايا الزجاج في إصابة ستان، حيث يكافح الآن لإزالة شظايا الزجاج التي التصقت بقدميه. ثم تمكن من سحب الزجاج، ولأنه لم يعد قادراً على الجري، عاد إلى السيارة لمطاردة جين. يجعل الجرح الضخم في ساقه من الصعب عليه أن يخطو على دواسة البنزين دواسته. لكن بسبب الغضب الذي يسيطر عليه، يتجاهل الألم الذي يعاني منه. تمكنت جين أخيراً من قتل الشخص الذي اغتصبها من قبل. بعد رؤية حالة ستان، يبدأ جين في سماع مكالمة لاسلكية قادمة من ريتشارد. كاف، ونتيجة لذلك، فإن كراهيتها تزداد قوة عندما تسمع صوت الشخص الذي كاد أن يقتل لها. من ناحية أخرى، يبدو أن ريتشارد يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه غير قادر على تحديد مكان جين. علاوة على ذلك، لم يظهر ستان في الموقع الذي خططوا له مسبقاً، ولم يستجب لاتصاله اللاسلكي. إنه الآن متعب ومنزعج، وفي النهاية قرر بالعودة إلى منزله. عندما عاد ريتشارد إلى المنزل، بدا متوتراً للغاية بسبب الموقف الذي يسير فيه من خلال الآن. كان يعتقد أيضاً أن ستان، الذي لم يعد، يجب أن يكون قد قتل على يد جين. لذلك يخطط لمغادرة الصحراء عن طريق الاتصال بطيار المروحية ليأخذه. بعد ذلك، ينظف نفسه على الفور قبل مغادرة المكان. لكنه فجأة يسمع صوتاً مشبوهاً، مما يجبره على التحقق من ذلك حتى لو كان كذلك عارياً تماماً خلال تلك الفترة. كان يعتقد أن جين قد أتت إلى المنزل لقتله، لكنه لا يجد شيئاً مريباً داخل المنزل أو خارجه. ثم أذهل ريتشارد بصوت التلفزيون، وفجأة أصبح خوفه من وصول جين حقيقة واقعة. في هذه المرحلة، يبدو أن ريتشارد الآن غير قادر على فعل أي شيء مع الموقف، حيث استهدفته جين ببندقيتها. أصابت طلقة جين ريتشارد في بطنه، مما تسبب في اشتباكهم مع بعضهم البعض. بعد أن طغى على ريتشارد، أجبر نفسه على الابتعاد مصاباً بعيار ناري على بطنه، وتستمر جين في مطاردته. ولكن عندما توشك جين على دخول الغرفة، إنها غير مدركة أن ريتشارد ينتظر إطلاق النار عليها. لحسن الحظ، أمسكه الدم المتدفق من معدة ريتشارد، مما دفع جين لإيجاد طريقة أخرى. أصبح ريتشارد الآن أضعف من فقدان الكثير من الدم، ويستخدم غلافاً غذائياً لوقف النزيف.
بعد فترة وجيزة، تمكن جين من العثور عليه وتبع ذلك مطاردة بينهما. حتى واحد لحظة، الدم على الأرض يتسبب في انزلاق جين الذي يجري. هذا الوضع يسمح لريتشارد لمهاجمتها بسهولة، وجين، الضعيفة بالفعل، لا يمكنها فعل الكثير لمواجهة الرجل. أخيراً، تجبر جي على استخدام حركتها النهائية من خلال مهاجمة الجرح في معدة ريتشارد. ثم أخذت البندقية وتمكنت من قتل ريتشارد برصاصتها الأخيرة. في النهاية، الرجال الثلاثة الذين أساءوا إلى جين وكادوا يقتلونها حصلوا أخيراً على ما يستحقونه، وانتقام جين انتهى أخيراً. مع جسد ملطخ بالدم، فإنها تأخذ عدة مرضية يخرج قبل أن تستدير عندما تسمع صوت طائرة هليكوبتر تقترب. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.